وخلونا نقول ان اليومين دول التحالف الوطني عنده حالة من النشاط على كافة الأصعدة، سواء بالنقاشات او الجلسات اللي بيقدمها. الحقيقة كمان ان في تنسيق كامل ما بين مؤسسات التحالف الوطني والجمعيات الشريكة وشبكة كبيرة من المتطوعين على مستوى الجمهورية على مدار الساعة لتوفير حياة افضل للمواطن المصري. وإن التحالف بيضع خطة للحماية الاجتماعية وبيعمل بشكل مركز لاستهداف احتياجات المواطنين، وده طبعا بينعكس بشكل واضح وصريح على المواطن. جهود مستمرة طول الوقت من التحالف الوطني، منها المساعدات اللي بتوصل للأسر الأكثر احتياجا، وإزاي بيتم تقديم الدعم بشكل كبير جدا لكل الأسر وفقا لقواعد البيانات. احنا النهارده بنسلط الضوء على التحالف الوطني لدوره اللي بقى ملحوظ بشكل كبير في الفتره الاخيره. هيكون معانا على التليفون استاذه نورهان هاني، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بيكي استاذه نورهان، وكلمينا عن اخر الخدمات او اهم الخدمات اللي بيقدمها التحالف. طيب للتوضيح، انا نورهان، انا مسؤول توعيه بمؤسسه بهيه. مؤخرا بهية بقت عضو في المؤسسات اللي بتتعاون مع التحالف الوطني. كويس. طبعا احنا فخورين جدا جدا باختيار التحالف الوطني لينا في الموضوع ده، لانه مهم جدا توحيد جهود المجتمع الاهلي في مكان واحد وفي مجهود واحد لتوصيل الاستفاده وتعظيم الاستفاده لاكبر عدد من الناس. طبعا احنا كنا في القافله اللي فاتت، كنا في سوهاج مركز اولاد عليوة. أيوة. عملنا هناك توعيه، ده هي قدمت ندوات توعيه، وكمان كان معانا مجموعه من المؤسسات الخيريه المحترمه اللي عملوا برضو مجهود جامد جدا على ارض الواقع، في منهم اللي عمل كراتين اغذيه واللي عمل قوافل عيادات متنقله وعملوا كشف على الاطفال وعلى السيدات. فالحقيقه احنا متحمسين لمزيد من التعاون مع التحالف الوطني من خلال طبعا دور بهيه التوعوي. طيب تمام. جميل جدا استاذه نورهان، يمكن لغه الارقام بتتكلم بدقه، عايزة أعرف إنجازات التحالف في أرقام. إنجازات التحالف إيه يا فندم؟ إنجازات، أهم الإنجازات اللي حققها التحالف لحد دلوقتي في أرقام، يعني عشان الأرقام اللغة بتبقى سهلة وبسيطة وبنقدر نعرف منها حجم اللي حصل على الأرض فعلا. الحقيقة يا فندم أنا بشتغل في مؤسسة بهية، وإحنا انضمينا مؤخرا للتحالف في القافلة اللي فاتت، ده كان أول تعاون بينا. أيوة. فأعتقد برضو لو حد عضو في التحالف هيفيد حضرتك أكتر مني في النقطة دي. تمام. طب حابين نعرف برضو ايه دور المجتمع المدني مع التحالف؟ طيب احنا مؤسسه بهيه زي ما قلت لحضرتك، احنا بنقدم ندوات توعويه. بهيه مش بس بتقتصر على العلاج المجاني لمرض سرطان الثدي، احنا كمان بشكل مستمر يمكن يوميا بنعمل ندوات توعويه عن ضروره الكشف المبكر عن المرض. ايوه. كل محافظات مصر احنا تقريبا كل يوم موجودين في مكان مختلف على مستوى الجمهوريه بنعمل الندوات دي، لانه احنا لقينا ان الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي بيوصل نسب الشفاء يمكن لاكثر من 98%، فكان لازم ان احنا نحاول نوصل لكل ست في مكانها ونوعيها ونقول لها ارجوكي مجرد ما تميتي ال 40 من غير ما يكون عند حضرتك اي عرض او اي مشكله لازم تروحي سنويا تعملي فحص الماموجرام او الكشف المبكر. طيب ده دور بهيه وكل المهتمين بكانسر الصدر يعني، ولكن الفئات المستهدفه في عضو التحالف الوطني غير الست، المرأة وتوعية المرأة طول الوقت بنشتغل عليه، في ايه تاني من الفئات المستهدفة؟ التحالف الوطني الحقيقة بشكل عام بيستهدف كل الفئات الموجودة في القرى الأكثر احتياجا، يعني طب. احنا لاحظنا من التعاون اللي حصل معاهم الفترة اللي فاتت ان هم كانوا مستهدفين يمكن أبعد مركز موجود في سوهاج، كان مركز أولاد عليوة، ولسه مكملين عندنا كمان ان شاء الله الاسبوع اللي جاي قافله في القليوبيه. هم بيستهدفوا طول الوقت القرى الاكثر احتياجا ده المكان، لكن الفئات نفسها اطفال كبار السن ايتام كل حاجه، يعني بهيه بتخدم على السيدات او بتقدم العمل ده للسيدات. في كمان بيعملوا عيادات متنقله بيكشفوا على الاطفال لو في مشاكل، لو في سيدات عندها مثلا اعراض معينه او شكاوى معينه برضو بيكون في عيادات متنقله. اعتقد رمد
واطفال ونساء، وفي طبعا حاجات كتير قوي انا مش عايزه انسى حد، طبعا احنا متعاون معانا جمعيات كتير قوي، يعني بهي جمعيه واحده او مستشفى واحده من مؤسسات المجتمع المدني كتير، من مجموعه جمعيات او مؤسسات تحت مظله التحالف الوطني. شكرا ليك يا استاذه نورهان، وكل التحيه لمؤسسه بهية، طبعا ليها دور عظيم جدا في وخصوصا في الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالنسبه للسيدات. لكن خليني اقول لحضراتكم ان التحالف الوطني لحد النهارده حجم الدعم اللي اتقدم على كل المستويات، سواء كان في شكل كراتين مثلا غذاء او تموين، او في شكل دعم صحي، او في كل اشكال الدعم، اتقدم ل 107 الف اسره، ده في اسبوع، يعني الاسبوع اللي فات بس. طب التكلفه كانت قد ايه؟ التكلفه 56 مليون جنيه في اسبوع، ولسه مستمره، ولسه بندور على المعارض اللي قدمت احتياجات المدارس واحتياجات البيوت. الحقيقه 5 معارض كبرى في كذا مكان، تحيه لمؤسسات المجتمع المدني لا غنى عنها، دورها الكبير جدا جدا في مسانده الدوله، ده غير طبعا اللي بيعملوه في تطوير القرى، وطبعا بالتعاون مع حياه كريمه، واللي هي دلوقتي بتشهد انجازات كبيره جدا جدا وملحوظه، ده حقيقي. وتغيير طبعا حاله الريف المصري.